هنا اون لايف موجز اخباري جديد، اهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل اجتماعا مع وزيرة التخطيط هالة السعيد لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها وفق برنامج الحكومة في مختلف القطاعات. كما يشهد رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. شهد رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. وقال وزير الكهرباء محمد شاكر وزير أن البروتوكول يتضمن إنشاء 3 محطات بالقرب من أسوان، وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاء إنشاء المحطات 3 بنهاية العام المقبل بقدرة تصل إلى 150 ميجاوات لكل محطة. انطلقت فعاليات مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان دور الفتوى في استمرار أو في استقرار المجتمعات بمشاركة أكثر من 60 دولة. يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية وهي الفتوى ودورها في تحقيق الاستقرار، والفتوى في مواجهة الإفساد والتخريب، والفتوى ودورها في دعم البناء والعمران. التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار في العاصمة لوبليانا لبحث العلاقات الثنائية وآلية تعزيزها. وثمن شكري الموقف السلوفيني الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة خلال المناقشات الأخيرة حول برنامج إدارة الموارد المائية في حوض النيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.